بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الأسئلة التي يمكن أن يهتم بها الكثير من الموظفين سواء كانوا خارج مكتب المستخدمين أو داخله، هو في نهاية السنة كيف نقوم بطلب المناصب المالية من الوزارة الوصية، سواء كما زميلي هنا أو زميلتي حول المناصب المالية الترقية الاختيارية أو غيرها. بالنسبة للترقية الاختيارية، بما أن السؤال متعلق بها، الترقية الاختيارية نشوفه إلى في تلك السنة 31/12/2021، نشوفه شكون اللي ممكن في إلى ذلك التاريخ يحقق شروط الترقية الاختيارية. كيف نعرف الموظف إذا كان حقق شروط الترقية الاختيارية أو ما حققش؟ نشوفوا تاريخ التوظيف، نشوفوا آخر ترقية ليه في الرتبة، واش هي إذا كان عنده ترقية قبل، نشوفوا آخر ترقية في الرتبة إذا كانت اختيارية ما حصلوش، لأن الترقية الاختيارية تكون مرة واحدة فقط في المنصب المهني. إذا كان مازال ما داش ترقية اختيارية وحقق الشرط الترقية الاختيارية، نطلبوا المنصب تاع الزميل باش يترقى ترقية اختيارية. طبعا مش أنه فقط كان كتير يحسب لي جميع القطاعات يقفل 10 سنين خلاص يمكن يتحصل ترقية اختيارية، لا، هناك بعض الرتب اللي حتى لو كان فيها 20 عام لو كان مديش امتحان مهني ما تاخدش المنصب. مثلا في قطاع السكن العمران عندنا منصب مهندس معماري رئيسي ولا مهندس رئيسي للسكن العمران، الرتبة هادو لو كان ما تفوتش امتحان مهني ما يمكنش تترقى حتى لو كان عندك 20 سنة عمل. على العكس رئيس مهندسي الانجينيرون شيف ولا اركيتيكتون شيف يكفي يكون عندك 10 سنين في منصب مهندس رئيسي ولا مهندس معماري رئيسي، ممكن تتحصل على المنصب الرتبة الموالية. وبالتالي لازم يكون في مكتب تسيير المستخدمين يعرف كيفاش يجيب الموظفين، لانه كتير موظفين يحسب عنده 10 سنين ممكن ياخد تلك الرتبة، الا لازم نعتمد على القوانين الاساسية التي تسير الرتبة التي ينتمي إليها الموظف. نشوف إذا كان قبل 31/12/2021 يمكن أن يترقى ترقية اختيارية، نشوفوا الموظفين اللي يمكن حقوا هذه الشروط، نوضع قائمة حد الموظفين، نوضعها على جهة، وفي نفس الوقت نطلبوا عدد المناصب بعدد الموظفين، يعني حتى لو كان عندنا 5 نطلبوا 5، كاع عطاونا واحد فيهم يترقى على الأقل. يعني نطلبوا جميع اقصى عدد ممكن من المناصب، هكذا كما بين قوسين اسمحوا لي الكلمه من قاشحوا من روحه مشروب، يعني حنايا هو يقترح اعلى سعر وحنا نبداو نساوم، يعني يكون مساومه يعني بيننا وبين الوزاره الوصيه. هذا فيما يتعلق بالترقيه الاختيارية. اما الترقية بامتحان مهني بالنسبة للقطاعات اللي ما فيهاش تجميد، لازم في 2022 نشوفوا اللي حقق الشرط كذلك، ممكن 5 سنين ممكن 7 ممكن، يعني كل قطاع كل قانون اساسي كيفاش الرتبة كيفاش. طبعا يكون مكلف بتسيير المستخدم يكون على باله بهذه القوانين، ولكن ما على بالوش راح يحوس عليها ويبحث ويسأل باش ما باش ما باش ما ما يضر ما يتوهش الموظف عندما يجي يسأله، يكون متأكد من نفسه يبحث عن القوانين ويجيب زميله إجابة شافية كافية بالقوانين، يوضح له القانون، يعطيه يقراه يشوف يفهمه يقنع، لأنه مشكلة الترقية أن تبقى دائما هي ممكن مشاكل بينها بين الموظف وبين المستخدمين للترقية. كذلك عندنا بالنسبة للترقية كذلك النوع الثالث الترقية على أساس الشهادة، وهي لأنها الأولوية، يعني إذا كان موظف ممكن يتلقى امتحان مهني ولا ترقية اختيارية وأساس الشهادة، إذا من يكون هناك تسبيق لي لعنده ترقية على أساس الشهادة، لأنه درس بعد إذا كان درس بعد التوظيف، ولو أنه فيها بعض من الالتباس، بعض من يعني ممكن موظف قديم يحس بلي نوع من الظلم، ولكن هذه هي يعني هناك أولوية لي الترقية على أساس الشهادة، لأنه يعتبر أنه درس ما تلقاش بها بالأقدمية، هو درس يعني تعب وقضى هذه الشهادة، بالتالي هو عنده أولوية في الترقية.
قرر ده باللي عنده الأقدمية، يعني هذه هي المبدأ تاعها. والله أعلم على كل حال كيفاش يعني ممكن يكون هناك قرارات لا ندري، يعني إذا كنا نوافقوا عليها أم لا، رأيي الشخصي نخليه ما نتكلمش عليه. إذا فيما يتعلق بهذه، إذا يكون هناك طلب مناصب، ولكن ذلك غير كافي، لازم اللي يروح لازم قبل ما تكون عندنا مناصب مدونة مناصب مالية، لازم رئيس مكتب تسيير المستخدمين ولا رئيس مصلحة الإدارة والوسائل يروح للوزارة، سواء كان بدعوة من الوزارة كما وزارتنا حنايا، تكون هناك مناقشة قبل منح مدونة المناصب المالية، لازم يروحوا يدافعوا على هذه المناصب، يطلبوا أقصى عدد ممكن من المناصب، ويكونوا يعني حياديين، مش يجيبوا الواحد واحد ما يجيبولوش، يجيبوا المناصب، يطلبوا المناصب الكل يحتاجها. هكذا إذا كان أعطت الوزارة بهوانيات، إذا ما أعطاش يكون على قد ضميره مهني، ويكون يعني خدم الواجب تاعه، ما يدير المزيه، رئيس مصلحه الوسائل ما يدير المزيه، ورئيس مصلحه تسير المستخدمين ما يديروش المزيه، هذه وظيفه تاعهم انهم يجيبوا المناصب الموظفين. نقولها ونعاود، لان هذه هو المشكله الكبيره اللي بين الاداره والموظف، هي الترقيه بكل انواعها. اذا نتمنى اني قد اجبت على الاسئله، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.